ولمتابعة آخر التطورات ينضم إلينا الآن من كييف مفيدنا عماد الأطرش. عماد أهلا بك معنا، إذا ماذا في آخر التطورات شرقي أوكرانيا دونيتسك وأيضا خاركييف؟ نعم داليا، كما ذكرت حصيلة القتلى في الصاروخ الذي سقط على مبنى مؤلف من 5 طوابق في بلدة تشارلز يار في مقاطعة دونيتسك ارتفع قبل قليل حسب مسؤولين محليين إلى 15 قتيلا. صباح هذا اليوم أيضا هناك صاروخ استهدف مدينة ميكولايف في الجنوب وأدى إلى جرح 6 أشخاص، بالإضافة أيضا إلى استهداف صاروخ روسي آخر. قالت السلطات المحلية أنه أصاب بلدة في مقاطعة خاركيف شرقي البلاد أدى إلى جرح 3 أشخاص. فجر هذا اليوم وزارة الدفاع أو بالأحرى رئاسة أركان القوات المسلحة ذكرت بأنها قواتها تمكنت من صد هجوم للقوات الروسية على بلدات عدة في مقاطعة خاركيف شرقي البلاد. وزارة الدفاع الروسية ذكرت أيضا في بيان لها قبل قليل بأنها تمكنت من إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين صباح هذا اليوم، في حين أن وزارة الدفاع الأوكرانية قالت بأنها أسقطت مروحية روسية بطبيعة الحال. استهداف بلدة سيفيرسك في دونيتسك مستمر بالقذائف الروسية، طبعا هي بلدة أصبحت مهمة خاصة أنها تقع على مقربة من ليزيتشانسك، ومن المتوقع في حال بدأ الهجوم البري الروسي باتجاه مدينتي كراماتورسك وسلوبيانسك أن يبدأ من هذه المدينة من السيطرة على هذه البلدة الصغيرة، بالإضافة طبعا إلى ضرورة السيطرة على مدينة صغيرة أخرى اسمها باخموت تبعد قليلا عن مدينة ليزيتشانسك التي سبق للقوات الروسية أن سيطرت عليها قبل نحو أسبوع من الآن داليا. شكرا لك مفيدنا عماد الأطرش، كان معنا من كييف.